أهلا بكم من جديد. تابعنا في وقت سابق المؤتمر الصحفي لإدارة خلية الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكلمات المسؤولين المختلفين عن مواجهة فيروس كورونا المنتشر في الولايات المتحدة. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من ولاية نيويورك ماك الشرقاوي المحلل السياسي. سيد ماك، نرحب بك في إكسترا نيوز. يعني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلها تحمل الآمال وال يعني تشجيع للأداء الأمريكي أو المجهودات الأمريكية، مثل نحن قريبون جدا يعني مثل أي وقت آخر للحلول لفيروس كورونا أو مواجهة فيروس كورونا، لن نترك يعني شيء طبي أن يتحول لمشكلة اقتصادية طويلة الأمد، سنعيد فتح الشركات الصغيرة والكبيرة مرة أخرى ولن نسمح بالإغلاق، وأيضا حديث آخر عن العقارات أو العقاقير أنا آسف وعن فعاليتها وبدء التجارب السريرية بنيويورك. هل هي اتجاه لبداية الحلول في أمريكا أم هي فقط دعوة للأمل والتشجيع للمواطن الأمريكي للهدوء والتباعد الاجتماعي والدعوات الأخرى لمواجهة فيروس كورونا؟ هو كله بيتكاتف مع بعض، يعني الجايد لاينز هي الارشادات الحكومية اللي أصدرتها السي دي سي اللي هي 15 يوم لتعطيل انتشار الفيروس لسه قائمة. الرئيس دونالد ترامب كان صرح ثلاث ايام ان الموضوع هيستمر يمكن يوليو او اغسطس. سالوا احد الصحفيين فقال احنا في مرحله التعليم، احنا اتعلمنا حاجات كتير من اللي بيحصل، ممكن يكون في يعني علاج يثبت كفاءه فيقلل من اضرار هذا الفيروس. وده اللي سالوا صحفي اخر، هل كان هناك نوع من التساهل من العلماء في الاف دي اي بالضغط من الرئيس دونالد ترامب؟ فقال لا، احنا بنواجه مشكله، بنواجه كارثه، والكثير من الدول بدات تفكر بنفس الاسلوب، فسوف ناخذ وقتنا في الابحاث العلميه في المصل. هم اعلنوا في المؤتمر الصحفي ان المصل مش هيكون موجود قبل موسم 2021 اللي هو الشتاء القادم، يكون في مصل، ولكن العلاج هناك علاج للملاريا اللي هو كلوروكين مع مضاد حيوي اخر اثبت بعض التجارب التي تمت في اوروبا خاصه في فرنسا على 24 مريض اثبت فعاليته. بداوا يتكلموا مع العلماء في الاف دي اي والاطباء، تم الاتفاق على التجربه لان معدل ارتفاع عدد الاصابات اللي وصل دلوقتي 41000 تقريبا و500، وعدد الوفيات اللي تعدت ال 500 في الولايات المتحده الامريكيه نص هذه الاعداد فقط في ولايه نيويورك. قالوا النسبة ان يعني 1 في 1000 بيصاب في نيويورك، دي نسبة كبيرة جدا تعادل 5 أضعاف مثيلتها. فأعتقد أن سوف يتم البدء بالعلاج للحالات الموجودة الآن ومسجلة وتعاني من هذا الفيروس من العلاجات الموجودة أصلا. يعني الكلوراكين ده مش علاج جديد ولم يتم ترخيصه، هو مرخص له ويعالج الملاريا مع دمجه مع مضاد حيوي آخر، يمكن ان يؤتي نتائج يعني عمليه ونتائج ايضا سريريه يعني في اختبارات حقيقيه. هي ليست ادويه لم تجرب على البشر، هي ادويه موجوده ولكن يتم الان يعني لكنها لم تجرب حتى الان على مواجهه فيروس كورونا او كوفيد 19 نفسه. هو ده التجربه التي تم الاتفاق مع الاف دي اي ومع العلماء ان يتم تجربته غدا في نيويورك في 10000 وحده بيسموها سي باك اللي هي الهيدروكسي كلوراكين والكلوراكين، هيبقوا يتم بيهم العلاج وهيشوفوا ايه النتائج اللي هتحصل منها. هناك بعض التجارب التي قال عنها الرئيس دونالد ترامب في المؤتمر ان كان في يعني احد الاشخاص كان خلاص وضع اهله والموضوع انتهى وهو في اعداد يعني المنتظرين للموت، تم حقنه بالعقار وبعديها في نفس اليوم بدا يتحسن حالته وفي اليوم التالي اصبح حالته جيده. فاعتقد ان ده بيدي الامل ان هناك امل نتشبث فيه من هذا الفيروس البعيد. الاطباء بيطمنونا ان 80% من اللي بيصابوا بالفيروس بيحتاجوا الى العنايه السريريه، يعني دخولوا الى المستشفيات،
منهم 20% دول منهم 15% بيحتاجوا العلاج العنايه العاديه في المستشفى، 5% بيحتاجوا العنايه المركزه، 2% بيبقوا معرضين الى الوفاه. هذه الارقام بالمقارنه بالكوارث الاخرى التي عثرناها في 2003 في مارس وب 2009 مع الام اس ار اي من فيروسات اخرى من نفس العائله، اعتقد انها اقل حده كثيرا عن هذه الفيروسات، ولكن هذه المره الفيروس ينتقل بشكل سريع جدا. طيب عن هذا الانتشار السريع سيد ماك، وذكرنا انها زياده سريعه وقويه جدا منذ الامس حتى الان، اكثر من 10,000 اصابه جديده، هل يلتزم الامريكيون بالجلوس في المنازل وعدم الاختلاط والابتعاد الاجتماعي ام لا؟ ومع تجديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيتم ايضا اللجوء اذا زادت الاعداد لايقاف العمل وما الى ذلك، يعني ماذا عن الشارع وتحديدا نيويورك التي بها كما ذكرت العدد الاكبر في الولايات المتحده؟ اعتقد ان الكثير الان بدا يحس ب يعني فظاعه الموقف، وان الموقف جلل وليس موقف هين، والدول التي تهترت بهذا الفيروس قدامنا مثال، قدامنا يعني ربنا مدينا يعني تجربه حيه موجوده، حصل فيها ايه في ايطاليا وفي الصين وفي ايران. فاعتقد ان من استهتر بهذا الفيروس بالتاكيد يعاني الان، نحن قلوبنا مع الايطاليين ومع الشعب الايطالي ونتمنى لهم الشفاء، ولكن بالفعل قد استهترت الدوله في ايطاليا. اليوم الولايات المتحده الامريكيه اتخذت اجراءات صارمه، ايقاف العمل في الدوله ده معناته شلل لاقتصاد الدوله، هناك خسائر بتريليونات الدولارات سوف تكون في الاقتصاد الامريكي، ولكن هو بالتاكيد حل لوقف يعني سريع وفعال لانتشار المرض. بعد 15 يوم هيكون في اعاده تقييم للموقف، هل يكون مره اخرى زيادة للمدة أو يكون في فتح جزئي لبعض الأجزاء التي الإصابة فيها قليلة والأجزاء الأخرى التي الإصابة فيها كبيرة نراقبها، ممكن يكون في حجر صحي، ممكن يكون في عزل لأماكن محددة في بعض المدن في الولايات أو في بعض الولايات. هو ده ما تكلم عنه الرئيس دونالد ترامب، هو كلام يعني مطابق للواقع، لا يمكن أن تغلق تماما مناحي الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هناك صراع الآن حزبي ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على يعني خطة الإنقاذ التي قدمها الرئيس دونالد ترامب وبيطلب فيها 2 تريليون دولار لمساعدة الأمريكان. إذا أنت اديت الأمريكان أمر بأنهم يقعدوا في البيت وما يشتغلوش، فبالتأكيد يجب على الحكومة أن تساعد في نفقات المعيشة لهؤلاء الأمريكان في هذه الفترة. أعتقد أن سوف تكون هناك يعني بنهاية اليوم أو بغدا بارقة أمل في هذه المساعدات. أيضا مدير العدل السيد بار تحدث يعني بجدية أن وزارة العدل والولايات المتحدة الأمريكية سوف تضرب بيد من حديد على من يتلاعب بالأسعار أو يخفي السلع ويحتكرها. هل هذا موجود حتى الآن؟ يعني بالفعل أشار الرئيس ترامب في بداية كلمته عن يعني احتكار او تخزين السلع وايضا ارتفاع الاسعار يعني كما ذكرت، وبالتالي وزير العدل ايضا اشار سيتم التعامل بقوه مع كل من يخزن السلع او يرفع الاسعار، هل هذا موجود حتى الان؟ يعني نحن نعلم ان عانى الشعب الامريكي من عدم وجود بعض السلع بالفعل. بالتاكيد هو يعني الكلام كان واضح من وزير العدل ان التخزين بغرض البيع والاتجار، لكن انت لو بتخزن في بيتك عشان مخزون شهرين ثلاثه مفيش فيها جريمه بالتاكيد، ولكن انك انت بتخزن وتعرضه للبيع بقى على وسائل البيع في الانترنت هو ده اللي هيتعقبه. ايضا تكلم عن ان تم اغلاق يعني وتوجيه التهمه الجنائيه الى موقع ينشر انه لديه مصل للقاح. اعتقد ان يعني هناك بالتاكيد يعني رقابه شديده عما يحدث الان. ايضا يعني التلاعب في الاسعار، انا يعني مثال شخصي، بعد ما بدات الازمه اختفت تماما المنظفات والمطهرات، الهاند سانيتايزر اختفى وبدا اسعاره تتباع في الانترنت باسعار خرافيه، ممكن تضحك لو سمعت السعر يعني 650 دولار عشان ازازه سانيتايزر في الولايات المتحده الامريكيه اونلاين. فاعتقد ان الكثير ممكن استفاد من هذه الازمه، ولكن بالتاكيد هناك يعني رقابه وهناك يعني من اعلى سلطه في البلد من رئيس الدوله ووزير العدل ان سوف يكون هناك عقاب لمن يقوم بهذه الافعال
الانتهازيه في وقت اعلنت الولايات المتحده الامريكيه انها في زمن الحرب. في زمن الحرب تفعل الكثير من القوانين الاستثنائيه، ومنها قانون مهم جدا فعله الرئيس دونالد ترامب، وهو الديفنس برودكشن اكت، وهو الانتاج الحربي. تستطيع الحكومه الفدراليه ان تجبر اي شركه او مصنع بان يوقف الانتاج وانه يشيل خط الانتاج اللي موجود ويضع مكانه ما تريده الحكومه الفدراليه من تصنيعه من مكان اجهزه طبيه فنتليتر او اجهزه حمايه طبية. وهو ذكر عدد من الارقام الكبيره يعني الخاصه بها، جهاز التنفسي او اجهزه تنفسيه 2.8 مليون جهاز تنفسي، 37 الف من التجهيزات للحمايه الشخصيه، 65 مليون قناع طبي. هل بالفعل بدات الشركات الخاصه في المساعده والتحول من نشاطها لهذه الانشطه الطبيه بالفعل؟ بالتاكيد، وده في يعني هيئه فيدراليه اسمها فيما، هذه الهيئه اللي دائما بتفعل في الازمات، الكوارث الطبيعيه زي الفيضانات والعواصف، تم تفعيل دورها في ازمه كورونا، وهي قدمت 8 مليون ماسك اللي هو الان 95 شهر جدا، هذا هو ماسك طبي وماسك بيستخدموه عمال المقاولات وعمال البناء، ولكنه اثبت فعالياته بالنسبه للحمايه والوقايه من فيروس كورونا. 8 مليون من هذا الماسك، ايضا 13.3 مليون السيرجيكال ماسك اللي هو الماسك القماش اللي بيتحط على الاذنين. دي ارقام طبعا بالتاكيد قللت الكثير من الخوف والهلع عند مقدمي الخدمه الطبيه، لان هم بداوا يكون في نقص في هذه الاحتياجات. ايضا هناك الكثير من الشركات طبعا عدم تقدموا للاداره الفدراليه برغبتهم ان هم منهم شركه صناعه السيارات ان هم يشيلوا خط الانتاج ويحطوا خط انتاج الفنتليتور، وهم عملوا قبل كده الفنتليتور وعرضوا هذا العرض طواعطا. اعتقد ان هناك الكثير من رجال الاعمال في الولايات المتحده الامريكيه يتعاونوا مع الحكومه الفدراليه، كل شركات السوبر ماركت العملاقه في الولايات المتحده الامريكيه بيشتغلوا 24 ساعه في اليوم على مدار الساعه لتعويض البضائع في الارفف في المحلات. اعتقد ان لا توجد هناك ازمه الان في البضائع، ولا توجد الطوابير الطويله اللي كانت موجوده امام محلات السوبر ماركت ومحلات التجاريه الكبرى. اعتقد ايضا ان تم اجراء 200 الف تيست، يعني اختبار للكورونا فيروس، وده بالتاكيد يعني على بعد ما شغلوا المعامل الخاصه بالقطاع الخاص. وتم الحديث ايضا عن جهاز شخصي يمكن الاستخدام للشخص وتوفيره، وايضا يظهر النتائج سريعا. لا، هو مش جهاز، هو يعني شركه معمل قطاع خاص هيبعت لك العينه اللي هي السوايب اللي هتاخد بيه العينه وتحطها وتقفلها يعني مؤمنه تماما، ويعاد شحنها مره اخرى الى المعمل، والمعمل يرجع لك بالبيانات بتاعتك. وطبعا ده بالتاكيد حل يعني مهم جدا للكثير من الامريكان، حتى واذا كانت تكلفته عاليه، يعني التكلفه تقريبا في بعض المقالات وبعض الاعلانات هتكون تقريبا 135 دولار، ولكن الكثير يريد ان يعرف هل لديه الفيروس او هو حامل الفيروس وليس له اعراض. بالتاكيد ده هيقلل بكثير من حالات الخوف والرعب، ولكن بالتاكيد على قمه هرم كل هذا هو التعاون من الشعب الامريكي، وليس فقط الشعب الامريكي، من كل شعوب الارض. ابقوا في منازلكم، ابقى في منزلك، الزم منزلك، لو لم يكن هناك امر جلل لابد انك انت تنزل عشانه، خليك في البيت لغايه ما تعرف ايه اللي هيحصل، ولغايه ما تاخد تعليماتك من المصادر المعتبره، مش الانترنت ومش الفيسبوك ومش التويتر. يا جماعه ارجوكم يعني ما تاخدوش معلوماتكم من هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، خدوا معلوماتكم من الجهات المختصه، من وزاره الصحه، من رئاسه الوزراء، من القنوات التلفزيونيه المعتبره. ارجوكم ما تعتمدوش على هذه المعلومات التي كثير منها خاطئه موجوده على طبعا شائعات كثيره. سيد ماك، اريد ان اتحدث عن شيء ايضا مهم، وهو هل بدا بالفعل انتشار قوات الحرس الوطني في نيويورك، وما هو بالضبط العمل المنوط بهم الان، او ماذا يفعلون الان؟ هو يعني وفقا للقانون عندما يعلن حاكم الولايه ان الولايه اصبحت منطقه كوارث يفعل الحرس الوطني، يعني ناشونال جارد، هو بيتبع لسلطه الجافنر الحاكم في
كالولايه. فتفعيله هنا للوجستيك الامور نقل المعدات، نقل البضائع، تجهيز الاماكن، برضو القوات الامريكيه بقى اللي هي سلاح المهندسين في القوات الامريكيه، بعثوا يعني قوات من المهندسين الى نيويورك لتحويل بعض الاماكن العامه الى مستشفيات وزياده قدره المستشفيات عن اقل بنسبه 50% حتى يحصل النيويوركرز يعني القاطنين في ولايه نيويورك على عدد اكبر من الاسره تحسبا من ان تتطور الامور. الحاكم الولايه كومو طالب 30,000 فنتليترز قدر يحصل على 5 لغايه دلوقتي، ولكن يعني الكل يعمل بقدم وساق لكي يكون هناك تجهيزات لمستشفيات. ايضا هناك مستشفى ميداني تم اقامته من القوات المسلحه الامريكيه بسلاح المهندسين. هناك ايضا سفينتي يعني يتبعوا للبحريه الامريكيه، هي مستشفيات عائمه عملاقه، مستشفى منهم هيتم توجيهه للساحل الشرقي الى نيويورك، والمستشفى الاخر الى الساحل الغربي الى كاليفورنيا. وايضا ابدى بعض الشركات المتخصصه في الرحلات البحريه الكروز ان هم على استعداد ان هم يحولوا هذه المراكب العملاقه اللي ساعتها بتكون يعني ممكن من 10,000 واكثر من الناس ان يحولوها الى مستشفيات عائمه. الامر متروك تماما للاداره حتى تتحرك بمرونه. اعتقد ايضا تفعيل القوانين الاستثنائيه واعلان حاله الطوارئ وان الولايات المتحده الامريكيه في زمن الحرب بيدي مرونه وسرعه حركه للرئيس دونالد ترامب ان يتحلل من الكثير من البيروقراطيه والروتين والاجراءات في الاجراءات الفدراليه. نحن في ازمه، نحن نحارب عدو خفي لا نراه. اعتقد ان الجميع يتكاتف اليوم. نبره الرئيس دونالد ترامب فيها بعض التفاؤل، هو يريد ان يعني يوصل للشعب الامريكي ان احنا سوف نبدا بفتح البلد مره اخرى، ممكن يكون فتح جزئي لبعض الاماكن، ولكن لن تكون هذه الولايات المتحده الامريكيه مشلوله امام هذا الفيروس اللعين. اعتقد ان المعلومات الطبيه التي وصلت الى الرئيس دونالد ترامب طمأنته ان يمكن ان يكون هذا العقار الكلوروكين له مفعول جيد. اعتقد ايضا التصارع الذي تقوم فيه على الاقل 9 دول بما فيهم الولايات المتحده الامريكيه الى الوصول الى لقاح لهذا الفيروس يمكن ان يكون كما وعدونا خلال 90 يوم، عدى منهم تقريبا اسبوعين. اعتقد ان هذه الامور بالتاكيد تعطي بعض الطمانينه، ولكن ارجوكم الا نسترخي ونعود مره اخرى الى ما كنا نفعله. طيب سيد ماك، ايضا جزء هام حتى التعليمات اخرى جزء هام ايضا نريد ان نتحدث عنه وهو الحركه بين الولايات وتحديدا ايضا بين نيويورك ونيوجيرسي، ولماذا لم يتم اعلان الطوارئ في نيوجيرسي ولكن تم الاعلان في واشنطن، كاليفورنيا ونيويورك؟ هل اعداد يعني كبيره اظن بما انها مجاوره لنيويورك، وهل ما زالت الحركه بين الولايتين يعني تمر بسهوله؟ لا يوجد اي رود بلوكس، يعني ما فيش اي نقاط تفتيش بين الولايات. يعني انا اقمت في نيويورك اكثر من 10 سنين، انا مقيم دلوقتي في واشنطن. يعني ما يربط نيويورك بنيوجيرسي ثلاث معابر بتعبر هاتسون ريفر، هولاند تانل ولينكن تانل وواشنطن بريدج، هذه كلها مفتوحه. من اصدقائي ومعارفي في ولايه نيويورك لا توجد اي رود بلوكس الى الان، لم يتم اغلاق الولايات بشكل يعني لا يخرج احد ولا يدخل احد، هذا حظر التجوال، لم يتم اعلان حظر التجوال، ولكن الرئيس دونالد ترامب قال هذه ليست في الخطه الان، ولكن اذا احتاجت الامر بالتاكيد لحمايه الاخرين في الولايات الاخرى سيتم العزل للولايه، ولكن الى الان لم يتم عزل الولايه بشكل العسكري او بشكل الاغلاق التام، لا احد يخرج لا احد يدخل. الامور لا تزال يعني ليست يعني وفقا لهذا السواد، ولكن اعتقد ان الكثير الان يلتزم بالبقاء في المنازل، المحلات كلها مغلقه، المطاعم بتشتغل بنظام الدليفري او التيك اوت، ان انت تروح تعمل الطلب وتروح تاخد الطلب وتمشي، مفيش حد بيقعد، الناس محتفظه بالمسافات ما بينها في الطوابير وفي التجمعات. اعتقد ان كل هذه الاجراءات بتساعد بالتاكيد على تخفيف سرعه انتشار هذا الفيروس. اعتقد لو تكاتفنا
ممكن نعبر هذه الأزمة التي لو لم يعني نتكاتف لعبورها ممكن تكون فيها أذية للبشرية كلها. بالتأكيد نتمنى السلامة لكل أنحاء العالم وكل دول العالم في التغلب على هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد. بنشكرك شكرا جزيلا السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.